طيب عمر، نروح يعني لمنتخبنا القومي، ويعني مباراه توجو اللي اعتقد محت اشياء سلبيه كتيره جدا 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 من مباراه الذهاب في القاهره. رؤيتك ازاي، رؤيتك الفنيه واداء المنتخب الاكثر من رائع على المستوى المعنوي للكابتن حسام البدري ولاعيبته وجهازه بعد فتره انتقادات يمكن لازعه الى حد ما في السوشيال ميديا، في الصحف، من خلال البرامج بعد الاداء الغير مقنع في مباراه القاهره 1-0؟ يعني خلينا كابتن نقسمها جزئين. جزء مباراه الذهاب كان لها ظروفها برضو، منتخب بيتجمع بعد فتره طويله بدون تجمعات، بدون مباريات وديه لظروف الدوري وغيره وغيره، لكن في النهايه انت قدرت انك تكسب وتاخد 3 نقط وتكسب 1-0. ما كانش الاداء مقنع لاي حد، اي حد بيتفرج مش هيبقى مقتنع باللي شافه، لكن في مباراه الاياب وبمجموعه من اللاعبين اللي يتقال عليهم هم محليين لكن هم لاعبين محترفين في الدوري المصري، مع تريزيجيه، مع الشناوي، كوكا قد على قد برضه ما قدر، ولو ان نفس المشكله بتاعت كل مره انه بيجي من اليونان مكسر الدنيا، هنا طريقه اللعب اتلعبت له على كره عرضيه واحده اعتقد، يعني اللي شفته.